أمنيا نجحت مصالح أمن ولاية عندفلة من حجز 30,000 وحدة من المواد الكحولية، وتمكنت فرقة البحث والتدخل من إجهاض محاولة ترويج كمية فاقت 7 غرامات من الكوكايين وتوقيف 3 أشخاص كانوا بصدد ترويجها عبر سيارة خاصة. ميكروفون لسير عمران. تمكنت مصالحنا ممثلة بفرقة البحث والتدخل بياري من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و 33 سنة ينشطون في هذا المجال، وحجز كمية من المخدرات الصلبة كوكايين وزنها 7.34 غرام. كل الجهود في توقيفهم على متن مركبة خاصة مساء نفس اليوم متلبسين بحيازة الكمية المذكورة، يعني 7.34 غرام كما أسلفنا، حيث جرى حجزها إلى جانب السيارة المستعملة في الجريمة، إلى جانب هواتف نقالة كانت تستعمل لربط الاتصال بينهم. أثمرت جهود مصالح أمن ولاية عندفلة من خلال 3 عمليات منفصلة مؤخرا في الأيام القليلة من حجز أكثر من 30,000 وحدة خمر من مختلف الأنواع والأحجاب، إلى جانب توقيف عدة أشخاص وحجز مركبات مختلفة استعمل في نشاطهم الإجرامي. العمليات الثلاثة نفذت على مستوى مدن العامرة جليدة والبطحية، بحيث على التوالي تم حجز 12,456 وحدة، 10,740 وحدة و 7,016 وحدة، ولتبقى بالطبع الجهود متواصلة لمحاربة ومحاصرة